Mondes étudiantins. Les étudiants, les étudiants, mais aussi le club Radio Liberté des SMU Je viens de les membres. Justement, Yasmine euh, Beshtakin à l'actualité. T'es l'actualité? Ligée? Ça ou les événements ligés? N'archi? Je suis dans le club radio. Du coup, en effet, Rasim Hazofi, plusieurs événements. Déjà, on a notre premier événement euh, Esmo s'appelle « Libertad Night ouais. ». Il y aura des activités à l'étranger. Après ça, on va préparer un karaoké, des jeux, un petit tournoi où il y aura des jeux de cartes ou quelque chose comme ça. Il y aura un deuxième événement où il, euh, on va préparer un mini talent show. Où il, euh, Shinji Boufi Harbey, Des Showcase, pour, euh, pour qu'ils présentent leurs talents, pour les étudiants, mmh. pourquoi pas les, les profs, si seront là. Et wow. notre troisième événement, ça va être une petite surprise. نجم نعطيكم كلكو هينت يوغا ان فوت فيستيفال وكوميدي شو باش يصير هذا في اخر ماي بقدر ربي واضح باهي برشا اخر ماي دونك بعد رمضان في رمضان ثم اون سواغي باش تصير مع لي زيتيون نتصور الكل باش يكونوا موجودين معاكم في الاس ام يو اون تو نتصور اللمه هذه مهمه خاطر تقراو في وسط في وسط النهار بعد تروحوا تصور تحاولوا تخرجوا مع بعضكم انتوما سيغمون بعد شغل الفتر لكن لما هكا في ليونيفرسيتي تلم جوستومون الناس الكل خلينا نحكي شويه على جوي رمضان كيفاش هكا تعديو النهار حتى في في الفاك مع الكلوب ولا حتى مع القرايه كيف كيف نبدا معك احمد اول رمضان ديجا انا من اهم الحاجات في حياتي هو لونترينمون <applause> <applause> دوك نحاول كيفاش اه ما نركز امام ميم على القرايه ونخلي انرجي كوميم لونترينمون <applause> قبل شقان الفطر <applause> <applause> و... في بخازف نحاول زيدا الراجعه للاكزامنات على, على خاطر قريب بداو يقرب الفاينلز و... <applause> وهو عندنا احنا اهم اكزام دونك الفاينلز اللي هما جوستومون لي تاع اخر السوميس اللي هما نصور ديما اكبر اه بورسونتاج تو نذكروا قالت لكم جمعه في السلاع جمع. هذا الجمعه الاخر دونك كيما قال احمد ماذا بيك هكا تنسق اه بين لونترينمون بين تدريب كيف كيف, كيف زاد بين بين القرايه بين الريفيجون وقت مع العائله زاد مع الاصحاب فيو كو رمضان لكن حاجه باهيه برشا زاد لونترينمون مهم سورتو في في شهر رمضان خاطر اه ما نهار كامل بعد ثمانيه سيكلو في الليل بعد يقول لك لا نقعد في الدار ولا نخرج مع الاصحاب لونترينو حاجه مهمه برشا سورتو لي باش نقعدوا ديما اون بون سونتي كيما نقولوا به برشا هذا احمد لي دو ياسمين كيفاش هكا نبدا معاك ياسمين والله انا نهاري سامبل شويه توا بديت جمعه هذيا باش نبدا نخدم في لي بروجي خاطر احنا معروفين على لي بروجي كل ما فيها بروجي ومستين ديما نخلي روحي لاخر لحظه سني ريزوليسيون 2024 مانيش نخلي روحي لاخر لحظه دونك باش نبدا نخدم لي بروجي على بكري دونك اليوم بديت ديجا هذه البارح بديت البارح بديت دونك هاو بديت ان فورس العطله نتاعي نستغل فيها باش نقرا شويه وبعد بطبيعة فما تريح شكبة وفما اللمة مع القاعدة yeah. مع العائلة وفما القهوة Nie. والتي هذوكم ديما انديسبونسابل بالنسبة لي انا معناها. وي في شهر رمضان مهمين على الاخر مع شهر رمضان وسي غير اللي نشوفوها الحاجة اللي في شهر رمضان الكل حتى كي نخرجوا توا بعض بعض ليميسيون كي نخرجوا نلقاو الدنيا حافلة تقول في وسط العام مع تسعة عشر 10 متاع الليل الناس مازالوا البر من الكل يتقلب ياسمين كيف كيف الغيتم تقلب شوية في رمضان ولا كيف؟ بيرسونيلمون جو سوي لا دو جروب qui fait Hercule. En fait, <laughs> Ramadan, c'est consacré pour la famille ou mes amis. Ben, bah, on

les mm -hmm. trois matchs, amal euh, naze de soirée d'intégration ou les hiviques mas t'as on a -so -ta ahna di man وعملنا بيان سور الجاذرينغ اللي هي ما بينات لي مابغ نتاع ليبرتاد وكلكو مابغ جدد هكايا باش نغرموهم في الكلوب نتاعنا نعرفوهم عليه وكل دونك هذوما لي زيفينمون فاغ نتاع السنه. باهي برشا كيف كيف في الكان اللي نتصور كان ان ايفينمون معناتها ناجح بحكم الناس الكل تحب الكوره في في الكوب دافريك الناس الكل اكسسوار الاولاد اللي يتابعوا كوره اللي ما يتابعوش البنات اللي يتابعوا في العرض ولا ما يتابعش الناس الكل تتلم جوستومون اش عملتوا هكا بالضبط في الكوب دافريك؟ والله عملنا بروجيكسيون في الفاك أه بروجيكسيون في الفاك وعملنا بروجيكسيون في الفاك لمدنا فيها اكثر عبيد معناها جبنا عبيد من الفاك اي أوغ فاك وكهو كيما عملنا الكوب دي معناها تبعنا نفس الستيبس خاطر كان ما نجح قلنا بوركو باسني ني وكان انا طفله ما نتفرجش في الكوره وفي الكان ولا في الكوب دي ديما تلقاني نتفرج معناها ديما مع ليكيب نتاعي ديما نشجع دونك كاها سيتي فرصه باش نلموا العباد ويتفرجوا في حاجه الناس كل تعجبنا معناها اكزاكتومون سورتو كنا نعاودوا نذكروا لي وقتها اللي كان نذكر ثما يجي تروح ولا زوز مع صدم تاع العشاء اللي هو الوقت وقت اللي الناس الكل تكمل القرايه لا بليبار دونك ما عندهمش الوقت يروحوا كانت لهم فرصه جوستومون باش تتلموا في وسط الفاك هذوما لي زيفينمون اللي فاتوا حكينا على لي زيفينمون اللي جايين جوستومون ان ايفينمون في وسط شهر رمضان ان ايفينمون بعد شهر رمضان في شهر مين نعاودوا سمين سي سا؟ وي سا سأبحت.. في شهر ماي وذاك اكبر ايفينمون في الموندا نتاعنا توا. واضح باهي برشا من نقول لكم بون كوراج سيت ايفينمون، حكينا على لي ايفينمون باش نعاودوا نرجعوا احنا بعد موجز الاخبار، ميزا لي ايفينمون ثما كويز ما يخص لو كلوب راديو وما بعد ان ديبا ان سوجي باش يقدمه لنا احمد، هذا الكل بعد موجز الاخبار وبعد الموسيقى على موجات راديو اكسبريس اف